عسامة هشام رزقي ديريكتور كوميرسيال دو جاتفي. مرحبا بكم في لو غران جور نتاع تورنوا دو جاتفي بادل تروفي. اليوم الفينال سي ان تورنوا كي سيتي تالي سور 7 جور دوبوي لاندي, واليوم ان شاء الله باش تكون الفينال نتاع لي كاتيغوري الكل. C'est un tournoi qui s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de Gatvi. Chauffe un niveau très honorable des participants. Inch'Allah, c'est une première édition qui sera suivie d'autres éditions. عسامة مرحبا بكم. الاسم اسكندر الحريزي, مدير عام مساعد مؤسسة جاتفي. مرحبا بكم في جاتفي بادل تروفي. احنا حابين نساهموا كمؤسسة اقتصادية في النشاط الرياضي هذايا. هذه رياضة مش معروفة برشا في تونس, حبينا احنا نساهموا باش نزيدوا نعرفوا أكثر بها. التورنوا هذا نجم نقولوا معناتها ناجح لحد الآن, جو ممتاز, جو رمضاني, وإن شاء الله تكون هذه معناتها تراديسيون. إن شاء الله معناتها كل رمضان ننظموا هالتورنوا هذايا, وكما لاحظتوا معناتها هو متناول في متناول الجميع, ونحبوا معناتها المواطن التونسي يتعطى أكثر رياضة, وإن شاء الله نوصل للهدف هذا.